وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، ضعني في صورة أبرز ما جاء في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية. كما تابعنا وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الدورية 31، يمكن إجمال ما جاء على لسان المتحدثين بداية من الرئيس قيس سعيد رئيس الدورة السابقة، وأيضا الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الدورة 31 الحالية، وأيضا أمين عام جامعة الدول العربية وباقي المتحدثين. هناك تأكيد على أن الثلاث أعوام السابقة شهدت المزيد والمزيد من التحديات والأزمات التي عصفت بالعالم العربي والعالم بأسره، ما يستدعي إلقاء الضوء عليها بداية، وتعزيز التضامن العربي بين الدول العربية يعني مواجهة هذه التحديات. أولى هذه التحديات هي الأزمة الغذائية التي يعني تهدد النظام الأمن الغذائي العربي، وأيضا أزمة الطاقة بالإضافة إلى التغيرات المناخية. هذا الثلاثي الذي وصفه أمين عام جامعة الدول العربية بأنه ثلاثي خطير يستدعي مزيد من التضامن العربي لمواجهة هذه التحديات. نلاحظ أيضا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل هذه الكلمات، وأيضا المقترح الذي تقدم به الرئيس الجزائري بتشكيل لجنة للتنفيذ والمتابعة لتنفيذ قرارات قمة بيروت عام 2002 التي قدمت الحل السلمي كحل عربي استراتيجي لحل القضية الفلسطينية. وأثنى الحاضرون من خلال الكلمات التي استمعنا إليها على الجهود الجزائرية التي بذلت لتحقيق المصالحة الفلسطينية. هناك أيضا اهتمام كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والبحث عن موقف عربي موحد حيال هذه التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها سواء على الصعيد الجيوسياسي أو على الصعيد أيضا الاقتصادي. هناك اهتمام كبير من خلال هذه الكلمات أيضا التي استمعنا إليها إلى الانطلاق من مقررات قمة تونس السابقة التي حددت مسارات العمل العربي طوال ثلاثة أعوام ونصف الماضية، والانطلاق بهذه المقررات والبناء عليها لإنجاز إعلان الجزائر الذي سوف يتضمن من بين بنوده كل هذه البنود بالإضافة إلى بنود أخرى كنا قد أشرنا إليها خلال خدماتنا الإخبارية السابقة. لعل أبرز هذه البنود التي من المنتظر أن يتضمنها إعلان الجزائر هو المشروع القرار الذي تقدمت به كل من القاهرة والخرطوم لتضمين قرار يدعو إثيوبيا إلى الالتزام باتفاق المبادئ الموقع في مارس عام 2015 وحل مشكلة أو أزمة سد النهضة حلا قانونيا ملزما لكل الأطراف. أيضا هناك حديث عن بلورة عدد من أو تشكيل عدد من اللجان التنفيذية لمتابعة ليس فقط القضية الفلسطينية وإنما أيضا جهود المجتمع العربي في صون الأمن العربي الغذائي، وهو يعني مفهوم أو مصطلح يطرح لأول مرة في سياق هذه القمم العربية المتعاقبة، ربما على خلفية الأزمات التي تشهدها العالم أو التي يشهدها العالم سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني والعسكري. كانت هناك دعوات بضرورة رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، تحديدا كانت هناك إشارة إلى كل من تركيا وإيران عبر تدخلهما في الأزمات في كل من اليمن وليبيا. ودعا الحاضرون من خلال الكلمات التي استمعنا إليها إلى ضرورة حل حالة الأزمة السياسية في ليبيا بعد طرد ويعني انسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة لإفساح المجال لحل سياسي سلمي يضمن تمثيل كل أطياف المجتمع الليبي ويضمن أيضا مقدرات الشعب الليبي عبر توحيد كل مؤسساته الوطنية. في الواقع المتابع عن قرب للاجتماعات التي سبقت هذه القمة والمخرجات المنتظر الخروج بها من قمة الجزائر يرى أو يعني يلمس عن قرب تنامي الشعور العربي بخطورة التحديات والأزمات التي باتت تهدد ليس فقط الأمن في مناطق عدة من العالم العربي وإنما أيضا النظام الغذائي والنظام الذي أو الأمن الغذائي عفوا وأمن الطاقة، بالإضافة إلى المتغير الجديد وهو التغيرات المناخية. هناك شعور متنامي بخطورة كل هذه التحديات، وأيضا إدراك بأن
بأن هناك ضرورة ملحة لتكاتل أو تكثيف جهود العمل العربي عبر إنشاء الآليات التنفيذية لمتابعة كل هذه الملفات، وهو أمر جديد على القمم العربية المتعاقبة، إنشاء آليات للتنفيذ والمتابعة بعد خروج المقررات النهائية عبر إعلان الجزائر أو ما شابهه من إعلانات لقمم سابقة. نعم نعم علاء، ماذا عن جدول أعمال القمة في اليوم القادم والساعات القادمة؟ ربما كما يبدو في الصورة من خلفي، يغادر الوفود الرسمية رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية المشاركة غادر القاعة الرئيسية ترفع هذه الجلسة الافتتاحية أعمالها، ويعني الجميع من الوفود الرسمية مدعو لعشاء رسمي يقيمه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة. سوف تلتئم جلسة أخرى تبدأ من خلالها عمليات لمناقشة جدول الأعمال المرفوع إلى القادة والرؤساء العرب عبر اجتماعات تحضيرية وتشاورية أجراها وزراء الخارجية العرب على مدار اليومين السابقين. كنا قد أشرنا إلى أن مصادر صرحت للتلفزيون المصري بأن مشاريع القرار يتراوح عددها ما بين 19 إلى 24 بندا أو مشروع قرار. كل هذه القرارات حظيت بإجماع من كل الأطراف وكل الدول العربية الممثلة في هذه الاجتماعات التحضيرية عبر ممثلين من وزارة الخارجية أو عبر مندوبين دائمين في جامعة الدول العربية. سوف ترفع هذه القرارات في الغد إلى رؤساء وزعماء الدول العربية، ومن ثم تتوالى كلمات السادة الرؤساء والزعماء خلال الجلسة الأولى التي سوف تكون علنية، وترفع لتلتئم جلسة أخرى مغلقة وجلسة ثالثة مغلقة وجلسة رابعة للمشاورات النهائية ووضع اللمسات النهائية على إعلان الجزائر الذي سوف يعلن في مؤتمر صحفي سوف يقوم بتلاوته وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة، وأيضا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان، كنت معي من مقر القمة العربية في دورتها 31 من الجزائر.